تقرير للتلفزيون الحكومي في سويسرا يكشف أن شركة سويسرية صدرت 5 أطنان من مادة الإيزوبروبيل التي تستخدم في إنتاج غاز السارين السام إلى سوريا بتصريح رسمي من السلطات. قوات النظام مدعومة بالطيران الروسي تواصل حملتها العسكرية على مناطق جنوبية دمشق، والطيران الحربي يستهدف أحياء الحجر الأسود ومخيم اليرموك والتضامن والقدم بأكثر من 75 غارة. جرحى مدنيون جراء غارة جوية من طيران النظام استهدفت المناطق السكنية في مدينة كفرنبل بريف إدلب. مفتشو منظمة حظر الأسلحة الكيماوية يجمعون عينات من موقع ثان في مدينة دوما في إطار التحقيق بمجزرة الكيماوي فيها. تحرير الشام تعلن تنفيذ عملية تبادل الأسرى مع ميليشيا حزب الله اللبناني برعاية الهلال الأحمر السوري عند معبر العايسبري في حلب الجنوبي. السلطات التركية تعيد العمل بقانون لم الشمل للسوريين المقيمين على أراضيها الراغبين بالقدوم إلى ذويهم إلى تركيا، على أن يتم تقديم معاملة لم الشمل عبر ولاية أنطاكيا للموافقة عليها والدخول من معبر باب الهوى الحدودي.